على المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط اللي أطلقت حملة شعبية تحسيسية بعنوان ليلي حجب المعدلات ليلي قتل الفرحة بالكرني. معنا في المباشر رئيس المنظمة مدام ريم بالخضيري. صباح النور. صباح النور، مرحبا بكم. مرحبا. دونك كانت تعطينا أكثر تفاصيل على الحملة هذه. دونك حملة بعنوان ليلي حجب المعدلات ليلي قتل الفرحة بالكرني بعد قرار نقابات التعليم أنه يحجبوا أعداد التلامذة في خطوة للمطالبة بحقوقهم. اختاروا أنهم ياخذوا التوجه هذه أنه يحجبوا أعداد التلامذة باش ينجموا يضغطوا وياخذوا الحقوق متاعهم على حسب تعبيرهم. احنا نظمنا الحملة هذه بعد الطريقة العدلية، خدينا دو شما يعني دو طرق، عملنا الطريقة القانونية اتخذناها والطريقة اللي كنا حكينا فيها المرة اللي فاتت ولا والطريقة التوعوية اللي هي احساس. لا احنا في تونس التلميذ مبجل في الدار وديما نستناه في الكرني للتقييم، وفما فرحة خاطر الصغيرة ذاك تكريم المجهود اللي يقراها متاع 3 شهور. يعني نطلبوا من الأساتذة ونطلبوا من النقابات، نطلبوا من المجتمع المدني زيادة التحرك في التوجه هذايا اللي نرقفوا بصغارنا ونحترموا المجهود متاعهم ونعطيهم القيمة اللي هما يلوجوا عليها ديما، والكرني نعرفوه البيتان زيادة اللي هي فرحة في الدار باش نفهموا الصغير شنو عمل وشنو هو تقييم تاعه. دونك عملنا رجع لي الكرني باش نطلع عائلتي اللي هي الحملة هذه اللي بديت دو عندها نهارين، ما فما سبوت بيسيتير تو يوصلكم دي سي دوما. مرحبا. قاعدين نعملوا في حاجة هكا اللي احنا باش نقولوا رانا باش نبتعدوا على الضغط هذه النقابات وعلى الضغط اللي التونسي يعيش فيه، خاطر بطريقة غير مباشرة الصغير يعيش فيه أثر على العائلة الكل مش كان على الصغير بركة على لي باغون. بالطبع فوالا لي باغون اللي هما قاعدين يعملوا في مجهود جبار باش يقريوا صغارهم خاطر الأسعار نار وخاطر التلميذ. احنا عملنا دراسه التلميذ نوصلوا حتى ل 7000 دينار و 8000 دينار في العام باش نقريو صغير، يعني مجهود كبير قاعدين نعملوا فيه. نتطور زاد احتراما لمجهود التلميذ، احتراما للعلاقه الطيبه اللي هي بين المربي والتلميذ، احتراما للمحافظه على هيبه المعلم والاستاذ امام التلميذ. لا نحتقر ولا نحتقر ولا نحتقر مجهود الصغير خاطر مهم برشا كالكرني الصغير باش يروح فيه. وهذايا نطلب بكل لطف من الناس الكل تتفهم اللي احنا رانا مجتمع مدني نحاولوا باش نكونوا وسطاء باللي نجموا، وزاده فما اخلاق في المعاملات. لا نحتقر التلميذ، لا نرد المجهود نتاعو، لا نعتبره لا شيء، لانه هذايا نعتبره لا شيء ناخذوه رهينه. مش معقول نروحوا بالكرني الصغير عنده فرحه كبيره واحنا نشوفوهم الصغيرات خارجين من ليزيكول نتاعهم مروحين والاولياء يستناو في المجهود هذاك، خاطر ثمره خدمه كبيره اللي يقوم بها الولي والام في الليل. أو احنا توا في فترة امتحانات، العائلات الكل عندها صغار والعائلات الكل تعرف شنو نحكي به. الحملة كيفاش تم تنظيمها بالضبط؟ دونك قلت لي انطلقت عندها نهارين بخلاف سبوت، كيفاش الحملة؟ احنا فما في هو قاعدين نحكيو في بعض مع بعض الاولياء، فما بعض الاولياء قاعدين نحكيو مع الاساتذه مع المديرين باش نلطفوا من العبء هذايا. قاعدين زادا نتواصلوا مع بعض النقابيين باش نلقاو حل وسط باش نشوفوا كيفاش يتم توقيف حجب الاعداد، وان شاء الله الوزاره زادا يلقاو حل بين النقابات، خاطر كنا نحكيو اليوم في راديو نفزاوه باش نلقاو حل وسط باش الجمعه الجايه الفروض التاليفيه ولا من بعدها، يعني من هنا دو تروا سمان قبل العطله الصغار تروح بالكرنيات والبيتان نتاعها، لانه مش معقول نحتقروا التلميذ ونرد له ويكون راهينا في 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 كونفلي بين الوزاره والنقابه. قداش باش تتواصل الحمله هذه؟ هل انه لين يتم ارجاع الاعداد للتلامذه والا الكرنيات؟ نعم. لين يتم ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله الناس الكل نلقاو حل ونفرحوا صغارنا لين نهار الصغار يروحوا بالكرنيات. مشكوره برشا مدام ريم بالخديري رئيس المنظمه الدوليه لحمايه اطفال المتوسط.